كان يوم الأحد الماضي يوم رجم الشياطين، الشيطان الأكبر والشيطان المتوسط والشيطان الأصغر. لن نترك هؤلاء الحشرات وهؤلاء المتربصين بالشعب التونسي. إخوانا يلتجئون للخارج لضرب بلادهم. الضبط بحالة تلبس في قضية أخلاقية، في قضية زنا. رجال الإعلام خسر فيهم كلمة رجال الإعلام، مرتزق. رجال أعمال باعوا الوطن، نقابيين باعوا الوطن، أحزاب باعوا الوطن، نخبة سياسية هي نكبة سياسية. إنهم خونة. أين أكوشي؟ ولا 14:30. إلا أين أنفان؟ وين البيبي تيلا؟ أما نونافيدان. وين البيبي تيلا؟ البيبي تيلا. أين أكوشي؟ أنا ملف طالب صلح عارفية قرابة يعني 30 بليون دولار أمريكا. لا لا مش دولار، تونسي يعني، دينار تونسي يعني. بالدولار 10 بليون دولار يعني.